معي من جدة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروة. دكتور هشام مساء الخير. أنتم طبعاً على طبعاً بمتابعة دائمة لهذا الموضوع وتنسقون، هل ثمت ما لا نعرفه فيما يتعلق بمحاولة منع روسيا والنظام من العبث في الأدلة، أم أنه خلاص انتهى الموضوع وتم إخفاء هذه الأدلة؟ الواقع لا، المسألة أسبق من هيك. هناك عينات تم إخراجها وهناك صور تم رصدها، وهذه الصور وهذه العينات أتوقع أن تكون كافية لإثبات الجريمة بحق هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم بهذا السلاح وبهذا استخدام السلاح الكيماوي. أما كما تعلمين التحقيق له، عندما تأتي لجنة التحقيق يجب أن تفحص الأرض وأن تأخذ عينات وأن تلتقي أو تلتقي بالمصابين أو المتوفين، تحلل تعاين جثث المتوفين وآثار هذه المسائل هي التي من الممكن أن يتلاعب بها النظام وممكن أن يخفيها. محاولة إخفاء ما بقي من آثار الجريمة هذا يعمل عليه النظام وربما ينجح في ذلك. أما ما تم نقله وما تم إيصاله للجهات الحقوقية وأصبح الآن بيد من الممكن استخدامها كأدلة الحقيقة وليس عكس ذلك. فنعم بس جزئيا نعم، ولكن ما تم إخراجه يكفي لإثبات وقوع الجريمة. يكفي يعني حتى بموضوع مثلا الحالات الضحايا دكتور هشام، هل ممكن يعني مع بالنهاية مفروض يكون موجود حتى لو أجل الموضوع وتم عرقلة إرسال المحققين الدوليين، بظل هذا هل يمكن لروسيا الإخفاء التام يعني حتى بالحالات؟ معقول أنه تتمكن من إخفاء كل الحالات يعني ولا يكون في شواهد؟ عم نتحدث عن حوالي 1000 حالة اختناق. يعني بالنسبة لهل هؤلاء يعني من تعرض لحالات اختناق هل يستطيع بعد أن أصبحت هذه الحالات أو جزء منها تحت سيطرة النظام هل تستطيع أن تتقدم لتدعي أنها تعرضت لهذا الأمر؟ يعني بالتأكيد لن يسمح لها أن تتقدم. هذه يعني الأدلة أو آثار الجريمة الواقعة في منطقة النظام وعلم بها النظام بالتأكيد لن يسمح باستخدامها لإدانته أو حتى لإثبات وجود اعتداء كيماوي. كما تعلمين النظام والروس عملوا على نفي وقوع اعتداء كيماوي، ولذلك وجود أي آثار لاستخدام الكيماوي بغض النظر عن من قام بهذا الاعتداء هم سيعملون على إخفائه وعلى إبعاده عن أيدي لجنة التحقيق. طيب ماذا ستستفيد روسيا من محو الأدلة؟ ما الذي تخطط له دكتور هشام في ظل ما يقال كما قلت حضرتك بأنه الأدلة أصلا موجودة؟ الروس حريصون كل الحرص على إيجاد حالة بروباغندا إعلامية توازي وتحارب بحد ما الأدلة القائمة والحمل القائم. المجتمع الدولي والروس يعلمون تماما أن هناك جريمة ارتكبت وهم يحاولون أن يدعوا وأن يصروا على ادعاء عدم وقوعها كما قلت لاستخدامها لأعمال سياسية واستخدامها لأعمال تخدمهم في ملفات أخرى ملفات سياسية أخرى. كما تعلمون هناك عقوبات الآن يعمل على فرضها على إعدادها لفرضها على الروس وعلى حلفاء النظام. هذه المسألة تقلق الروس لأنها تؤثر على الاقتصاد في داخل روسيا وعلى الوضع السياسي. أتحدث عن كما تعلمين الروس يريدون استخدام ملف القضية السورية من أجل أيضا ملفات خارجية غير ملفات الاستفادة من ثروات سوريا، ملفات سياسية خارجية كالصاروخي وكمسألة شرق آسيا وأيضا العقوبات المفروضة من اعتداء الروس على أوكرانيا وجزيرة القرم. أنا أشكرك جزيلا من جدة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري دكتور هشام مروة.